خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، سيبني طرم وسيبني أحلم، سيبني طرم. يا ريت زماني، يا ريت زماني، يا ريت زماني ما يصحنيش، ما يصحنيش، ما يصحني. شعب حبيبي وشرقياني أهداني بطاقة شخصية، الاسم الكامل إنسان. إيه يا منى؟ حرام عليك يا بنتي، حد يقلب بدنجان في نص الليل كده؟ هو قال لي يحلق في البرد يا عمي. وابنك البريء ده ذنبه ايه يشم ريحه غاز الاعصاب دي؟ ده شكله هيطلع زي ابوه، بيموت في ريحه البتنجان المقلي، نازل فيا ضرب من ساعه ما ابتديت. ونبي يا عمي الله يخليك، خد البطاطس دي وديها على السفره وانا هاجي وراك. حاضر، توكلنا على الله. الله على ايه؟ مش بالذمه يا عمي، الاكله دي كانت عايزه محمود. يعني يا حبيبي ده تلاقيه هيتجمد من البرد. لا ما تقلقيش على محمود، محمود طول عمره جدع، طالع لابوه راجل. انا ياما حكيت له على ايام زمان، ايام ما كنت في الجيش، ايام ما كنت بقف في عز البرد زي الاسد. ايوه يا عمي، بس ده في الجيش مش في الجراج. وهو الجراج ده لعبه يا منى؟ دي مسؤوليه كبيره يا بنتي وفلوس ناس. انا ربيت محمود من صغره على انه يتحمل المسؤوليه، عشان كده تلاقيه دلوقتي واخد شغله جد، وحش فاهم يعني ايه امن وامان وسيطره. اثبت عندك يا كلب. انت ايه اللي صحاك بس يا عم انت؟ قلت قوم اشقر عليك لكون محتاج حاجه. اثبت. طب روح كمل نومك وسيبنا اشوف شغلي. كمل نومي؟ حاضر، انا هكمل نومي عشان تشوف شغلك. استعنى على الشقه بالله. تعمل ايه؟ مليون. انت واخد الحكايه جد كده ليه؟ ما تسيبني اقلب العربيه واطلع لك مصلحه كبيره. ولما يرفضوني انا ساعتها اشتغل ايه؟ سكرتيره. ما تخافش، هخبطك على دماغك واكتفك وبكده مش هيرفضوك. وهيشغلوني ليه؟ عشان بكتف حيل؟ يا عم عربيه رقاصه، يعني فلوسها حرام. ده انت سأل عليها بقى وجاي تتوبها. بوشاري 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 بوشاري. اتفضل يا ست هانم، شفت ان كلامي طلع صح؟ زميلي مسك الحرامي. شايفه يا ست هانم؟ البطل محمود صح، ضحى بروحه عشان عربيتك. فلوسك حلال يا ست هانم. لا اوعي تعرض على صاحب كامل مش هيقبل، اصل نفسه عزيزه يا ست هانم. مش هيقول لك شوفي لو العربيه اتسرقت هتدفع الدم، عمره ما هيقول لك كلام زي كده. لا ازاي ده، انا عينيا ليه؟ أنا ده واجبنا يعني. عارفه حضرتك لو 128 كنت هعمل نفس اللي عملته. كفايه، حرام عليكم، سلموني للبوليس. كلب. كفايه بيه، كفايه. كفايه. انا هسلم للدوريه الرابعه. كفايه كفايه. انجر قدامي يا حرامي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لا حول الله يا رب، اول مره في حياتي اشوف حرامي حاسبني استاني. محمود انت اتعورت؟ فين ده؟ لا ما اتعورتش. لا يا حبيبي شكلك اتعورت. لا ده انا كنت بقدر. يا سليمان، عارف حاولت اقنعه الجريمه لا تفيد، واضح ان كلامي كله مش هيفيد. بقول لك ايه يا محمود؟ ايوه. ما تيجي تشتغل معايا؟ لا ما ينفعش، ابويا قاطعني. ابويا لو عرف ان انا شغال مع رقاصه هيقاطعني. مش موقف ضد الرقص، انا عارف ان الرقص رساله، ابويا مش عارف يقراها. نعم. 1000 جنيه والنعمه لو حد ادانا عربيه ما اديله 1000 جنيه. هي خاصص عليها حاجه؟ كل ليلة بيترمى تحت رجليها ألوفات من نقوط السكرانين. ما عشان كده بقى أنا بفكر ما أخدهمش. يا عم أنا جاي لي عايل في السكة مش عايز أكله حرام. بالك
انا لو اعرف اسرق كنت سلكت السفاره اللي واقف احرسها دي، وعالجت امي اللي عايزه لها بتاع 10,000 جنيه عشان عمليه الكبد، ونطق اخواتي ونجرهم، ويمكن ابني لي بلد جديده غير بلدنا كمان. بس على حظ الفجر يطلع نصيبي في سفاره الجدون. جدون اسمها الجابون يا جاهل، وبعدين ازاي ما تعرفش الجابون؟ دي كسبتنا اخر ماتش 1-0. 2-0، انت ناسي الجون اللي جابه ميدو؟ خلت بيت اهلك وهربت. هلا هلا سليمان، محزومك سعد، انتوا قسمت ولا لسه؟ قسمنا ايه؟ ما كنت تنسيها سليمان على التيتا، دهراني ضرب، ده لولا قرصين الاسبراكس اللي كنت واخدهم كنت اعترفت بكل حاجة. يا جدع يا جدع، ده رزق ابنك ما تحبكهاش امال. لو كنا كفاشنا ولو كانت عدت عليها دورية يا سليمان. دورية ايه اللي هتعدي في وقت زي ده؟ البشوات نايمين في التفا وسايبينها لنا، انت ناسي ان البلد دي بتاعتنا بالليل وبتاعتهم بالنهار. قسما عظمة، لو عملتها تاني يا سليمان لكن انا اللي مبلغ عنك. وراس ابوي ما عدت اعمل كده تاني، بس عشان خاطري خد نصيبك، ده رزقك. مش كنت عايز تودي مرضك الدكتور عند التلفزيون وتتفرج عليه؟ روح اتفرج على ابنك وقول لعمك سليمان وعمك سعد الحرامي بيسلموا عليك. يا ربنا رزقنا بعصابه تانية تسرق الجرار. لا يا اخويا، عياده الجامعه ارحم، انا ما صدقت ربنا نجاك من موضوع العصابه ده. برافو عليك، قمت بيهم لوحدك. انت بتهزري يا بنت منى، ده جوزك كان نفسي تتفرجي، لحستهم العجل. هما كانوا كام؟ 5. انت مش قلت 4؟ في واحد ما جاش، بس يا منى بقى قاعدين في عياده. ده بقى يا سيدي ابنكو. ابنكو؟ ابنكو ايه؟ ازاي انت فرحانه؟ ده في التاسع يا دكتور، يعني ازاي ما تقلوش لحمه ولا عظم؟ انت ازاي الفترة اللي فاتت دي ما شفت السونار؟ لا معلش يا دكتور، اصل انا اهل جوزي بيتشائموا من السونار. ده حقيقي؟ تشاؤم ايه بس في عصر العلم؟ بص يا سيدي، دي الراس شايف وضعها سليم ازاي؟ الحمد لله. ودي الايدين شايف بتتحرك ازاي؟ وادي الرجلين كمان. ابنك حركته كتيرة. امال هتعملي ايه بقى لما سمعك صوته؟ بجد يا دكتور؟ سامعين؟ شكله رغاي. اه والله دكتور معلش، هو حضرتك متاكد انه ولد؟ دي اسئله
متأكد انه ولد؟ ما انت شايفه قدامك على البتاع ده، ده باين انه مش ولد، ده ولد ولد. ده الحبل السوري، لازم تمشي كتير لان ده هيساعد في الولادة، وبعدين سوري يعني اليومين الجايين لازم تكتروا شوية من الاتصال. لو من غير سوري يعني انا بكلمها كل ساعتين من الشغل. انا بتكلم على العلاقة الزوجية. ايوه احنا علاقتنا زي الفل، انا شايلها على راس، احنا واخدين بعض على الحب. يا سيدي انا قصدي الاتصال الجنسي، فهمني. انا فاهمك يا دكتور، الكلام باين في عينيك، انا بس مش عايز افسر عشان الحبل السري. يعني انت عارفه يا منى، عشان اولادك في المستشفى اللي كنا فيها النهارده دي، ده انا لازم اكون عصابه اكبر من عصابه سليمان وسعد. ما تجيبليش السيره دي تاني، انا مش عارفه ازاي محمود قبلت علينا الفلوس دي. في ايه يا منى؟ ما تخلينيش اندم ان حكيت لك. بقى بص بقى، انت لازم تقطع علاقتك بسليمان ده خالص، ده حتى مش من مستواك. لعلمك انا وسليمان ما نفرقش عن بعض، ما كانش هو احسن مني. ده انت خريج خدمه اجتماعيه. عملت لي ايه اخت الخدمه الاجتماعيه انا وانت؟ اديني واقف باخدم في جراجات. خلينا كل الحمص ده من سكات والنبي. الا صحيح صحيح، هي الرقاصه دي كانت لابسه ايه وانت بتكلمها؟ سديري، كانت لابسه سديري. طبعا تلاقيك قاعد ببص عليها فرحة وجايه. ده حقيقي. يا سلام، ما انا اصلي مش ماليه عينك. انت مش ماليه عيني؟ طب لعلمك بقى انت ماليه عيني من اول يوم شفتك فيه في المعهد، وانا لاقي غيرك يا بنتي. طب انا بعمل ايه في حياتي غير منى والشغل؟ وليك الشغل يا اختي في الاخر، وخصوصا كمان بعد ما بقيتي في التاسع. ده انت مش ماليه عيني، ده انت بقيتي ها؟ محمود. محمود ايه؟ محمود ايه؟ في حمل تتكسف؟ ما تيجي نروح نجرب الكورس بتاع الدكتور يعني. ها منور يا حاج. دي خامس مره تقولها لي يا محمود. الله مش عوايدك يعني؟ والله ما عوايدك يابا، انت لا تسهل للساعات، فرحان بيك. اصل الفيلم ده عمري ما كملته، شديدني قوي، عايز اعرف يخلص على ايه. مش ده يابا الفيلم بتاع الضابط في جريمه قتل كده؟ ها، وكان قتل، كان في ملقط في الفيلم يابا، وراحوا مستشفى الضابط هو اللي طلع قتل يابا. يا اخي حرام عليك، حرقت لي الفيلم، هتفرج عليه ازاي دلوقتي بقى؟ خلاص يابا ما تزعلش نفسك، عموما استنى يومين هيعيدوا الفيلم تاني، ساعتها بقى هتعرف ان الضابط ده كان عنده عقده نفسيه، والممرضه اللي كانت معاه في الاول ام القض يابا اخته. خلاص ما انا هقول. خلاص يا ابني خلاص، كرهت الفيلم. ماشي يابا. وانتوا سهرانين ولا هتنام؟ لا انا هاخد كرسي الدواء وانام يا حاج، انا تعبانه قوي. انت مش تعبان يا محمود؟ انا هموت من التعب يا، مش عارف ايه اللي حصل لي. خلاص تصبح على خير. انت من اهل الخير يا عم. تصبح على خير يا حاج. وانت من اهله. تصبح على خير يا حاج. من اهله. تصبح على خير. بس ازاي ظابط ويطلع هو اللي قاتل؟ انا لازم اشوف الحكايه اتعملت ازاي. اه طبعا، لا قوم انت نامي، انا هكمل الكورس مع هكمل الفيلم مع الحاج. تعالوا على جنب يابا. اه لو تعرف انا بحبك قد ايه، انا بحبك قوي بالتمر. مالك؟ زهقت من قعده البيت يا محمود. طول النهار في الشغل يا منى، اعمل ايه طيب؟ حبيبي انا عارف، انا بس بفضفض معاك، وانا ليه حد غيرك يتكلم معايا؟ عارف نفسي في ايه؟ نفسي لما ربنا ينتهي بالسلامه ان شاء الله نسافر انا وانت والواد مصطفى. مصطفى مين؟ مصطفى نروح حته كده فيها بحر، غير قمص اللي ما بتوديناش غيرها دي. نروح حته فيها بحيره، شلالات، بحر. ايه طلع لك كونغو؟ كونغو استنى. ايوه كونغو، ايه اللي فيها الحاجات اللي مالهاش علاقه ببعض دي؟ شايف الصوره دي؟ قصتها من المجله اللي انت جبتها لي، فيها شلالات في الفيوم. ايه الفيوم دي؟ لا الفيوم نطلع، ده انا بموت في شمس الفيوم. اول ما اخد اجازه يا بت هنطلع قمص. شايف الواد ابنك قاعد بيرفس في بطني ازاي؟ يا رب والنبي يطلعوا لعيب كوره جامد. اشمعنى لعيب كوره؟ عشان يفسحنا ويفرجنا على الدنيا. هم مش بيقولوا العيال بيجوا برزقهم؟ أوه. الواد ده رزقه واسع، هتشوف، هتلاقي وظيفة أحسن من اللي انت فيه بمرتب أكبر، وهنغير الستاير وهنبيض البيت، وهجيب بوتجاز بأربع عيون وفرن، وهشتري هدوم كده وتنقيها انت معايا عشان ما تتخنقش، وأجيب شفاط بدل ما أنا بتخنق وأنا بقلي. شوف يا منى، يعني أنا اللي أضمنهولك مقدم الشفاط، مش الشفاط نفسه. يعني يا محمود أنت بتحب تحبط أحلامي. يا بنت مش بحبط أحلامك، مش بحكي لك على ظروفي. حاضر يا ستي،
هعمل لك اللي انت عايزاه. بس انا كان ليا سؤال يعني لازم نحسمه النهارده. بالنسبه للراجل اللي هجيب الاجهزه دي كلها يعني اللي هيبيض الشقه ويجيب بوتاجاز بفرن ولاعه معرفش يولع في الستاير ويولع في الحاج. حسن مصطفى. مصطفى مين؟ خسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 130 مليار جنيه حيث انخفض من 550. انت بتنقي البسطرمة من قلب البيض. الله يابا البسطرمة هي الحاجة الوحيدة المضمونة اليومين دول. اوعى تاكل منها يابا بتعلي الضغط. احنا قربنا ولا ايه؟ ركك بس تمشي على الكرسي اللي قالها عليه الدكتور وهي تولد على طول. لا اطمن يابا منى ماشي على كرسي الدكتور بحذافيره. ها؟ شوف يا اخويا الواد بيكح في الطبق ازاي. اعمل لكم تاني شبه. انا قوم يا بابا عدي على الراس بتاعي في الشغل اعرف اعمل ايه في موضوع المستشفى بعدين بتاع الجراج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام يا بابا. محمود استنى جو حر يا منى. وحياتي عندك تعدمني اللي انت لابسها النبي. حاضر يا سيدي. ما تقلعهاش. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نمشي على الدواء. نمشي على الدواء بس خد بالك من نفسك. ربنا يفيك شر ولاد الحرام يا رب. والنبي مش عايز حاجه. سلامتك. ابعد عن الرقاصه يا محمود. حاضر. والنبي مالكش دعوه بيها يا بنت. حاضر. بحبك وانا بموت فيك. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بقى انت زعلان انك هتولد مرضك في مستشفى الجلاء؟ يا عم احمد ربنا. يا عم والنبي بقى سيبني في حالي. في الدنيا مستشفى ولادة باسم الجلاء حتى فال وحش. يا راجل روق. انت عارف انا ام ولدتني وهي بتشتغل في الغيط وما خدتش بالها الا في السبوع. ايوه كده روق ما حدش واخد منها حاجه. هقوم اعمل كوبايتين شاي نحبس الاكله دي. والله الجلاء اللي انت خايف منه ده ما هيجي احسن منه. ماشي يا صاحبي. غيط. اتفضلي وعامل مشكات. شايف قاعده مع راجل ولا ايه؟ معلش يا مروان دي مش عايزين مشاكل. انت تبين على البيت. اه فين وسليمان؟ مش هبطل افلام الهبطه دي ولا ايه؟ في الجراج انت عامله دور مستخبيه في الفيلم ولا ايه؟ انت يا ابني يا ابني حسب اخويا حسب. يا سيدي اسمعني ما تاخدش الموضوع جد. تعرف ان انت من غير ما تفاش حاجه.
سعادتك انا لقيت المحفظه دي معايا فيها بطاقته وبتاع سبعه في ذكرت كده. ويعني بعد اذن سعادتك انا فتحت المحفظه وعرفت اسمه بالكامل. اسمه مروان كمال ابو العزم. امريكاني وجري. وامريكاني بقى وجري بالعربيه والحاجات دي يعني. يا باشا. انا لقيت المحفظه دي معايا فيها بطاقته وسبعه في ذكرت كده، قلت ده للباشا. اسمه مروان كمال ابو العزم. هات واحد من الاسعاف هنا للبطل. ربنا يخليك لينا يا باشا، الحمد لله جت سليمه. لا ازاي؟ لازم اطمن عليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ محمود احمد مصطفى، رئيس امن الجراج. مش عارف اقول لك ايه يا محمود. يا ريت كل شاب مصري زيك. ربنا يخليك يا باشا. يا استاذ اللي بتكتب، كتبت رئيس امن الجراج؟ سليم بيه؟ معلش اذا كنت طلبتك في وقت بدري كده. ثانية واحدة يا فندم. أنا نبيل الدسوقي رئيس مباحث نصر الدين. أهلا بيك. حضرتك محامي مروان بيه ابن كمال بيه أبو العزم، تمام كده؟ فاكر سعادتك لما اتقابلنا من سنة في محضر السكر؟ الله ينور. لا هو الحقيقة مش خير خالص. معاك محمود احمد مصطفى رئيس امن الجراج، يعني تقدر تقول سعادتك انا لا خفت من الرصاص ولا خفت من الدهس، يعني زي بتقولي حضرتك برضه احنا متعودين على الشغل ده يعني من قبله كتير عندنا في لما احنا بنشتغل، فتقدر تقول لسعادتك ان احنا قلبنا مات من كتر يعني اللي احنا بنشوف الشغلانه ده حضرتك، ولما هو كان حضرتك البرنامج ده هيذاع الساعه كام؟ محمود انت قلت لي اللي ارتكب الجريمه كان اسمه ايه؟ مروان كمال ابو العزم بنات كلها معاك. ايه اللي خلى دول يخشوا هنا؟ اكيد حد فيكم اتصل بيهم زي كل مره. جاتكم القرف. حد جاب لي شرايط. هاتوا لنا الشرايط دي. براح براح دي فلوس ناس يا عم براح. ده بقول لحضرتك ايه؟ افهم بقى شرايطي اتقطعت ليه؟ عايز تاخدي اقوال الشهود قبل النيابه؟ ده مش قانوني. بلغوا الاداره بتاعت عسكري الحراسه يبعتهولي على الاسم عشان ياخد اقواله. ها؟ باشا هو انا مش هروح، انا مراتي على وش ولادي. لا انت هتيجي معايا الاسم. كلمتين وتمشي. عايزك تحكي لي اللي حصل على الرواقه. تعالى محمود خش يا بطل. ما تدخلش علينا اي حد غير اللي قلت لك عليهم بس، مفهوم؟ منور يا محمود. تعيش يا باشا. اقعد اقعد. انت مكسوف ولا ايه؟ شكلك ما دخلتش اقسام قبل كده. اشرب العصير ولا تيجي نفطر سوا احسن. ربنا يخليك لينا يا باشا. ايوه يا باشا. لقيته فين؟ طب كويس. مش ممكن واصلين اول ناس ومش عارفين ناخد ولا كلمه. مش ده سليم دياب المحامي ومعاه مروان ابن كمال ابو العزم؟ كمال ابو العزم اللي هو كمال ابو العزم؟ الواد السكيورتي كلامه صح. اهلا سليم بيه. الله اكبر الله اكبر. ينصر دينك يا باشا انك جبت هو ده. احنا اتفقنا عليه محمود. انا عايزك تهدى كده وتكمل فطارك. اقعد اتفضل يا سليم بيه. كنت فاكر هتهرب ها؟ ليه؟ بعون الله مصر فيها رجاله. شوف الباشا جابك في ظرف ساعه زي ما وعدني الراجل بالظبط. بخلي بقى البودي جارد بتاعك ينفعك. اللي هو فين بالحق؟ ها؟ بينفخوه جوه كلها حبه وهيطلع عين امك. ده انت هتلعن اليوم اللي شفتني فيه. حول الله يا رب. الناس فاكره البنات سايبه. بصيلي بصيلي. ماشي ماشي. تفتكر الواد هيقبل يشيلها؟ اعتبره شالها خلاص. طب والبيت؟ ما تخافش من مصلحتها ما تظهرش، ولو ظهرت ليها تصريف. اعتبر القضيه خلصانه. بس نتفق الاول. طبعا انت عارف ان غلاوه الباشا الكبير عند الشعب اهم بكتير من غلاوه الباشا الصغير.
ما انت عارف ان طلباتك مجابه من غير ما تقول. انا عايز ارنب. طب ثواني اعمل تليفون. ده انت هتتنفخ. محمود. ايه يا باشا؟ تعالى يا محمود. وكمان بتشرب سجاير؟ طبعا. اذا كنت قتلت مش هتشرب سجاير ولا بتعشى؟ ايه ده؟ تعالى معايا يا محمود. حاضر يا باشا. ايه اللي بتقوله سعادتك ده يا باشا؟ اللي سمعته. تحب اعيدهولك تاني؟ ايوه يا باشا، بس ده ما حصلش. محدش يعرف ان ما حصلش غيرنا. يعني سعادتك عايز تشيلها لنا؟ عيب يا محمود، ده انا معجب بيك. وبعدين حتى لو انا فكرت اعمل كده فانا متاكد ان انت مش هتوافق. انت عايز مني ايه يا باشا؟ تكمل بطولتك. انت انقذت واحده من القتل. طبعا مش هنجيب سيرتها، بس انت انقذتها. برافو عليك. وكمان حاولت تنقذ المجني عليه، بس امر لا نفذ. المهم دلوقتي ما ناذيش ناس تانية. ناس تانية؟ يعني لا ناذيك ولا ناذي مروان بيه. مروان بيه؟ ايوه يا ابني، اسمها سندس. سندس سعيد، 24 شارع سعد زغلولي، متفرع من القصر العيني. تجيبها لي من تحت تقطيع الارض. حساني منك تليفون كل ساعه. يلا. هم طولوا كده ليه؟ ما تخافش حبيبي، دي اجراءات بسيطه يعني وبعدين تنتهي. اهم حاجه انا عايزك تفتكر لي كل مكان ممكن نلاقي فيه الوحشه اللي اسمها سندس دي. ها خلصنا يا ابني؟ مفيش وقت. ايوه يا باشا. يعني مين قتل الراجل اللي مات ده؟ انا ما قلتلكش. بص يا سيدي، اللي قتل وسلم نفسه واعترف كمان، مش ناقص بس غير انك تشهد على كلامه. شفت الحكايه سهله ازاي؟ يا ولاد ال تلبسوها للبودي جارد يا باشا. ما كانش في بودي جارد اساسا، دي كانت خناقه عاديه بين اللي اسمه شادي ومروان بيه، زي اي اصحاب. والعسكري سليمان اعترف انه قتل المجني عليه بطريق الخطا. كل واحد فيكم هيستلم 50,000 جنيه. محدش ضغط عليا يا محمود، انا غلطت ولازم اتحمل غلطتي. غلطت لما سبت مكان خدمتي وجيت عشان اجيب الصاحب الشاي. لما دخلت لقيت صاحبي واقف مع المرحوم اللي كان في يده مسدس. صرخت فيه يرمي السلاح، ما سمعنيش، كان سكران. ما كنتش عارف انه كان بيتخانق مع الباشا التاني. انا كنت بادي واجبي. ليش لو عشان اهلي يا محمود. ابوس يدك ما تضيعش الفرصه. انا ما صدقت جات. عاوزني اكذب واديك في داهيه وادي اللي قتل براءة. انت مكبرها ليه عاد؟ هم وناس ولاد كلب في قلب بعضيهم، احنا مالنا؟ وبعدين تفتكر الحكايه هتوقف عليا وعليك؟ هيخلصوها من غيرنا، ومش بعيد تلبسك انت. يعني ايه يا سليمان؟ يعني نعمل اللي يقول عليه الباشا. انت اولى بالفلوس تامن مستقبل ابنك، وانا السجن احسن لي من وجع القلب اللي انا فيه. عالج امي كلها 3-4 سنين واخرج اشتري لي كم جراد ازرعهم واعيش ملك. دي فرصه عمرنا يا محمود. ابوس رجليك ما تضيعهاش علينا. نبعث نجيب المحضر؟ معقوله صاحبك الصعيدي يطلع عايز كمانك كلها 3 سنين ويخرج مأمن مستقبل؟ انت كمان لازم تأمن مستقبلك ومستقبل ابنك. مش ناوي تسميه مصطفى؟ مصطفى؟ بقول لك ايه؟ زي ما صاحبك اعترف على نفسه ممكن يعترف ان انت اللي عملتها. انت يا صعيدي انت. انا عايزك تقول له في عينه انه ما شهدش عليك هتشهد انت عليه. من الاخر كده. انت خارج من هنا يا شاهد يا متهم.
منى جابت ايه؟ التي تم تقديمها للحادثة والتي تفيد بأنها كانت قتلاً خطأً على يد عسكري أمن مركزي، إلا أن مصادر خاصة للقناة أكدت أنها فصلاً في مسلسل صراع أبناء الكبار في مصر، والذي كان قد شهد حادثة مماثلة قبل 6 أشهر في أحد المولات الكبيرة بالقاهرة. بالطبع لم تتجمع لدينا المعلومات الكافية حتى الآن، ولكن يعتقد أن الأيام القادمة سوف تكشف الكثير. كانت معكم داليا صلاح من أمام سرايا النيابة. إن جمعيتنا اليوم تستقبل عدداً من رجالات مصر الشرفاء الذين لم تشغلهم نجاحاتهم في ميادين السياسة والاقتصاد عن تذكر أن لديهم دوراً اجتماعياً مهماً، دوراً خيرياً يحتاجه منهم كل شاب مكافح وكل حافظ للقرآن وكل طالب للعلم وكل عاجز يعول أسرة. فتحية منا لهم جميعا. يشرفني ويشرفكم جميعا أن نستمع إلى الأب الروحي لهذه الجمعية. مساء الخير يا كمال بيه. يصعب أن نعرفه بكلمات قلائل. إيه الأخبار؟ اطمن سعادتك، كله تمام يا باشا. انتوا شفتوا الكلام الفاضي اللي بتقوله البنت المذيعة اللي اسمها داليا دي؟ ما تقلقش سعادتك، ده كلام. وعموما كلهم تحت السيطرة وتليفوناتهم متراقبة. كمال أبو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ. في حد ساب لحضرتك الظرف ده؟ ايه ده؟ مين بعد ده؟ ده عيل صغير وما قالش مين اللي بعده. مرسي. خالد، نمر الواد السكيورتي بتاع حادثة الجراج هتهالي بسرعة. شفتي بقى الحمل التقيل اللي انا شايله؟ قولي لي يا منى، اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ حلال ولا حرام؟ ما تقول اي حاجه يا مصطفى، كلمنا في عرضك يا شيخ. ما تيلا بقى يا اولاد. ايه مالكم؟ لا ابدا يا عمي، انا بس تعبت شويه. ألف سلام عليك يا بنتي. طب تعالى محمود، تعالى سلم على الناس، الناس بره عايزين بالكلكم. تعالوا. يا محمود ازيك؟ انا داليا المذيعة. ايوه اللي كنت في الجراج. بقولك جالي تسجيل بكاميرا موبايل عايزه اوريهولك، بس بيتهيألي مش هتبقى مبسوط لما تشوف. عليه اللي انت كنت حكيتهولي عن الحادثه؟ فاكر اللي حكيتهولي يا محمود؟ خلاص اروح انا بقى اسلم التسجيل ده في النيابه وهم يستجوبوك بمعرفتهم، وانت تبقى تروح في 60 داهيه. ولا تفضل ان انا اجيلك تحكيلي وتقولي ايه اللي خلاك تغير اقوالك؟
بعدها نطلع انا وانت سوا على النيابه وهم هيفهموا ان انت تعرضت للاكراه. يا ابني فهمني انا معاك مش ضدك، اديني عنوان. ايوه حسيت ايه يا ابني ومزعت ايه؟ انت مخبي عني حاجه بقى. ما هو لو ساعدتك يا فندي كنت شايف شغلك كويس، كنت وصلت للبنت اللي اسمها سندس دي قبل اي حد تاني، بدل ما انت معتمد على ضابط ممكن انه يبيعنا في ثانيه. ساعدتك خلاص، اعتبر الموضوع خلص. الموضوع مش هيخلص غير لما نوصل للبنت دي. انا كان اهون عليا ان الحيوان ده يتقبض عليه بتهمه القتل. الناس هتقول ايه يعني؟ عيل اخلاقه بايظه. انما الصحافه تطلع عليا ويقول ان انا بلعب بقانون وبشتري العداله، اهو ده اللي مش ممكن يحصل ابدا. اوعدك سيادتك ان ده اخر خبر وحش هتسمعه. تسمعش كلامها، اوعى تعود الاتصال. الست دي رغايه معرفها. ادعي لداليا، اصلها في المستشفى في غيبوبه، ما التزمتش بتعليمات المرور. دي دفعه من فلوسك عشان انا مبسوط منك لانك ما رضيتش تريحها في المكالمه. شد حيلك بقى، كلها كام يوم وتروح المحكمه يا بصل، تحسب لنا بقى الليله دي كلها. بس المهم تعال محمود. مبروك على مصطفى، ربنا يخليهولك. تعبتم نفسيكم ليه؟ كنت اجي في المحكمة وبس. أنا بخير، مفيش حاجة نقصاني. أمي عاملة إيه دلوقتي؟ مالكم؟ في إيه عاد؟ أمك تعيش أنت يا سليمان. ما استحملتش اللي جرى لك يا ولدي. أمي؟ يا نهار طين. ده أنا عملت كل ده. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الله يرحمك. يعني ايه العسكري غير اخواله؟ هو لعب عيال؟ عموما اعتبرني ما سمعتش الجمله دي اساسا. العب. طب ثانيه واحده اعمل تليفون. تاخذني فين يا باشا؟ هو في نيابه بالليل؟
حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا، اللي حصل ده المفروض يخليك تتمسك باللي انت قلته أكتر وتخاف على نفسك وعلينا على مصطفى. لا 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 يا منى يا بنتي، اسمع محمود، انت لما تقول الحقيقة يا ابني هيعرفوا انك انت في خطر، هيعينوا عليك حراس عشان محدش يقدر يأذيك. لا يا عمي مش هيسيبوه في حاله. يا بنتي الحق حق ان يتبع، نعمل اللي علينا ونقول بقى على ربنا بقى. صحيح محمود غير أقواله في النيابة، بس إحنا ممكن نغيره هو شخصياً لو حبيت يا باشا. ما ينفعش يا باشا، ساعتها هنقول إيه؟ لا عنده عربية يسوقها ولا عنده سبب ينتحر عشان ده، لسه جاي له ولد. أنا عايز أشوف محمود ده، هتقولي البيت. بس حضرتك ابني لو تأخر أكتر من ساعتين أنا هبلغ البوليس. عيب يا حاج، ده ابننا، احنا عايزين نلم الموضوع من غير ما حد يتأذي. بس انا لازم اودي مراتي للدكتور النهارده. الحاج يوديها، احنا نخلص المهم اللي ورانا الاول عشان تعرف تفوق لنفسك وتفرح بابنك، ولا ايه يا مدام؟ ثانيه واحده، غير هدومه يا جماعه. أنا ما افتكرش إنهم هيقدروا يؤذوك. آه طالما الراجل كلمك بنفسه يبقى قصد خير. أنا قلبي بيقول إن المشوار ده إن شاء الله فيه خير. هودوا بس يا محمود، إحنا مش قد الناس دي خالص، واعملوا اللي هو عايزه. أوعى تتهور يا محمود. أديك صورة مصطفى توريها له يمكن قلبه يحن؟ بس إن شاء الله إن شاء الله قلبه هيحن من غير حاجة. إن شاء الله. سكت لي يا محمود، ما تطمني يا اخويا. سيدنا محمد رسول الله. هي كده مايله ولا انا بيتهيألي؟ اعتقد كده اتعدلت. دي صوره اخر قريه سياحيه انا فتحتها. اصلا كل ما بفتح مشروع او مصنع بعلق صورته هنا، يعني ممكن تعتبر ان ده حائط البطولات بتاعي. يا محمود واقف عندك ليه؟ تعال استريح. اقعد. هذا محمود.
ازاي مصطفى؟ بخير يا باشا، ربنا يخليك لينا. انت متوتر؟ ما اخبيش عليك، انا كمان الوضع مش مريح لا ليك ولا ليا. عارف ليه؟ لان الوضع غلط، اتسبب فيه ناس غيرنا، وفجأة لقينا نفسنا احنا الاتنين متورطين فيه. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك بسبب النيابه قبضت على ابني بسبب اخوالك، بالعكس صدقني والله اني بحب الشباب اللي زيك. واوعى تنسى ان جيلي كافح كتير عشان مصر يبقى فيها شباب من نوعك. انا كان نفسي ابني يطلع زيك، بس للاسف طلعت اخلاقه بايظه وانا اللي هدفع الثمن. محمود انا مش شخص واحد، انا 30,000 واحد، عمال وموظفين ومذيعين وصحفيين. يرضيك عشان غلطة واحد يضطر 30,000 واحد؟ شوف أنا ما بحبش المساومات، لأن المساومات بترخص الناس. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، فكر في أكبر وأحلى حلم ممكن تحلمه لنفسك وابنك ومراتك وأبوك، وبكرة هستناك في المحكمة علشان تقول الكلام اللي حقق أحلام الناس دي كلها اللي متعلقة في رقبتك. أنا كلامي خلص، بس احب اقول لك ان انا اتشرفت بمعرفة بني ادم نضيف زيك. أول مرة في حياتي مش هسألك أنت هتعمل إيه أو هتتصرف إزاي. أنا عن نفسي مش عارف أقولك تعمل إيه وما تعملش إيه. نصيحة مش قادرة تطلع من بوق يا ابني. إحنا في البلد دي دايماً بنربي ولادنا على إن الصدق بينجي والكذب بيودي في داهية. بنقول لهم ده في البيت، في المدرسة، في الجامعة. لكن لما بيكبروا بتحط قدام أول امتحان بيكذبوا. يقول لهم مع الأسف في زماننا ده الكذب هو اللي بينجي. انا يا ابني مش بقول لك اعمل كده لا سمح الله، لا استغفر الله. انا في حيره زيك بالظبط. بس الانسان لما بيحتار بيدور على حد اكبر منه وبيفهم عنه عشان يساله. واحنا يا ابني ملناش غير اللي خلقنا، اللي رزقنا وعبرنا بايديه. صلي لله ركعتين يا محمود واساله، وإن شاء الله اللي فيه الخير هو اللي هيحصل. ايه الاخبار يا فندم؟ الحمد لله يا محمود، حددنا مكانها وزمان القوه بتخلصها. على ما انت تخلص شهادتك مراتك هتكون في حضن ابنك ان شاء الله. ايوه يا ابني ابدا الاشاره.
يا رب نسمع اخبار كويسه. قول والله العظيم اقول الحق. انت مستني ايه؟ والله العظيم هقول الحق، والله العظيم هقول الحق. اللي في القفص هو اللي قتل، وابوه ورجالته هم اللي اجبروني عشان اغير كلامي، وهم اللي قتلوا سليمان اللي باع نفسه عشان يعالج امه، وهم اللي خطفوا مراتي. والله العظيم هو ده الحق. مقدم لسيادتكم الإيصال الذي استلم بموجبه المتهم المبالغ التي طلبها لابتزاز موكلي كمال أبو العزم ومرفقتي ومحضر الشرطة التي وجدت المبالغ في شقتي. إن اعتراف المتهم المنتحر سليمان بالجريمة واضح لا يقبل الشك. حكمت المحكمة بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهم محمود أحمد مصطفى لقيامه باختطاف سلاح ميري ومحاولة اقتحام فيلا كمال أحمد أبو العزم والشروع في قتله.
18 19 20 بس يا مازن انت هو راح فين يا زفي؟ داخل عامل زي الناس لحمام رضا بيه صدقوني يلا نجري هناك مع زبالة زيك حول الله يا رب حتى الحمام فيه واسطة يعني هو بيعمل حاجة واحنا بنعمل حاجة تانية بقى انت عايز رضا بيه السنديوني يمشي في وسطينا عادي كده تبقى عبيط ده انت عشان توصل له محتاج واسطه مش اقل من عقيد طب ولما هو جامد كده ايه اللي جابه هنا جابه اللي جابك يا خفيف ازاي هات كمان سيجار رضا ده كان واحد من الحيتان الكبار قوي اللي في البلد كان وما زال بس هو غلط غلطه نسي ان كل حوت ليه اللي احوط منه خبط في اللي احوط منه لقى نفسه معانا هنا في السجن اللي احوط منه دول كانوا اتنين صلاح المنوفي وكمال ابو العزب اللي جاب سعادتك هنا فهمت يا حمار فهمت رضا السندايوني هذا كان حب يخطف صفقة توكيل عربيات من صلاح المنوفي أم صلاح المنوفي اللي كان عنده خلافات كتير جداً مع كمال أبو العزم اتفقوا عليه ورموا رضا في السجن هو أنت عايز منه إيه؟ عايز أخش الحمام نعم يعني إيه؟ مثل هنا كل واحد لازم يبقى لي حماية يعني عشان ما يندس عليه فأنا عايزه يبقى حمايتي حمام نضيف أهو ده ليه؟ لو ليه بالحق أنت عملت إيه بعد ما رفضوك المحطة؟ هشتغل في الصحافة بس مش هسيب كمال ابو العزم هفضل وراه وافتح ملفاته كلها لحد ما افتحه في البلد كلها تبقي طيب بتحلمي لا انا ولا انت ولا الف زينا هيعرفوا ياخدوا منه لا حق ولا باطل الله انت اتهزمت بقى يا محمود وقررت تنسى حقك انا ما حاربتش اساسا عشان اتهزم صاحبه اسمه صلاح المنوفي كانت عايزه ايه البت المذيعه هترد ياه كمان امك هتخليك في حالك شكلك كده عايز تحسن مراتك
ان صلاح المنوفي كان بينهم صراع كبير على توقيع صلاح المنوفي ورضا السنديوني. صلاح المنوفي هو السبب الحقيقي ورا دخول رضا السنديوني السجن. صلاح المنوفي هو اللي قدر يخطف صفقه الوكيل في الاخر من كمال ابو الحسن. عملت زي ما قلت لي، الجرايد اللي ملفوف بيها الاكل جمعتهم لك داليا، كلها مواضيع بتتكلم عن رضا وقصه حياته وخناقاته مع كمال ابو العزب. بس هي سالتني انت عايز الحاجات دي في ايه؟ قلت لها زي انت ما قلت لي انك عايز تتقرب منه عشان تحسن وضعك جوه السجن. بس هي ما صدقتنيش زي انا، ما انا مش مصدقك دلوقتي. ازاي يا ممتاز؟ تمين، وايه اللي بيحصل ده؟ انت بهايم على مره؟ ايه التحريك ده؟ انا عايزك في موضوع يخص صلاح المنوفي. في حاجه يا باشا؟ شفت المايه السخنه قليله ليه؟ انا دخلت السجن هنا بسبب كمال ابو العزم، وانت دخلت بسبب صلاح المنوفي. كمال ابو العزم قتل مراتي وضيع لي مستقبلي، وصلاح المنوفي خرب لك بيتك وشرد لك عيالك. انا قاعد على ساعتك مشروع. مشروع زي اي مشروع. لو شايفه كسبك خش معايا في شريك، يعني زي ما بتقول عندكم في البيزنس شريك متضامن. وفي ايه تاني؟ احنا مش خلصنا كل الاجراءات. امشي من السكات كده احسن لك. طيب طيب هطلبك كمان شويه. ايه ده كله يا باشا؟ مبروك الترقيه. سبقتني. اه انا لسه كنت حبارك لك على الافراج. هو فين الافراج ده يا باشا؟ واحنا خدنا افراج. لا انت خلاص يا فرانك،
وانا حبيت ابارك لك واطمن ناوي على ايه؟ ناوي امشي جنب الحيطه يا باشا، كفايه اللي جرالي، اتعلمت منه كتير. برافو عليك. بس يعني في حاله لو ما كنتش اتعلمت فانا احب اتاكد، انا وصيت عليك في اسم الضرب الاحمر، عايزك كل ليله تروح تمضي في دفتر المراقبه، كل حركه ليك تبقى بعلمي. انا واثق فيك على فكره، بس مش واثق في الشيطان، خصوصا اصحاب السوابق بيبقى الشيطان له دلال عليهم. شيطان بقى. طب يا باشا تأمرني انا بحاجه؟ سلم لي على ابنك قوي وربيه كويس. بعد اذنك الحمام. لا مؤاخذه يا باشا، يعني نظافه. الحمد لله على السلامة. رضا باشا أمر لك بعربية تبقى تحت تصرفك 24 ساعة وأنا في الخدمة. جهز الرجالة وأنا هبقى أكلمك. سلام. سلام. حبيبي وحشتيني قوي يا محمود، ما قلتش ليه انك خارج، كنت استناك. كفايه تعبك معايا يابا السنين اللي فاتت. فين مصطفى يابا؟ اهو بيلعب مع العيال. بيلعب مع العيال دول؟ ما خدتش بالي خالص، زي ما اكون فاكره لسه ما كبرش يابا. يا ترى انهي واحد فيهم؟ بص كده وفكر، اختار لك واحد منهم. مصطفى ابوك يا مصطفى كان مسافر ورجع من السفر، سلم عليه. معلش يا ابني هو لسه محتاج شوية وقت.
ما وحشكش سيدنا الحسين؟ نويت عليه يا محمود؟ والله ما انا عارف يا ابو، اكيد هدور على شغل يعني ولو انه صعب. طب ما تيجي يا ابني تريحني وتشيل عندي هم الدكان. ربنا سهل يا ابو. ما اتكلم داليا الصحفية دي باين عليها بنت جدع صحيح. انت عارف نص اللعب اللي عند مصطفى دي هي اللي جابها له؟ انا مش عارف اشكرك ازاي على جدعنتك مع ابويا وابني انس الغالي. يا راجل ما تقولش كده، ده اقل واجب يا محمود. وانا اللي كنت جاي لك تدوري لي على شغل، شكلي هضيع على شغل ليا وليك. ايه اللي حصل؟ وانت مستهون بكمال ابو العزم؟ تصدق مفيش جورنال قومي عرفت اشتغل فيه؟ بس ما تقلقش، نفوذه لسه ما وصلش الجرايد المعارضه. متابع اخباره انت طبعا. وهتابع اخباره ليه؟ ربنا سهله. طب انا لسه عارفه من اسبوعين ان ابنه عايش في هولندا، واخد جنسيه هناك وما بيجيش مصر خالص. مش وحشه هولندا دي على فكره. مشكوره قوي في الجبنه بتاعتها. تصدق مش داخله دماغي خالص حكايه انك قررت تشتري دماغك؟ ما عنديش اختيار تاني. عايز اعيش وربي الواد. احتمال احب واتجوز كمان. بس لما الاقي شغل الاول. وما طلبتش ليه من رضا السندايوني يشوف لك شغل؟ مش انا طلعت عبيط لما افتكرت ان انا ممكن اوصل له؟ يلا. استأذن انا بقى. ايه رايح فين؟ راح اشوف حد في جرايد القوميه. الظاهر المعارضه اتضربت ولا يا اخوانا؟ السلام عليكم. ايه رايك في العربيه يا باشا؟ 100 100 يا ابو السيد، عظمه، الله ينور. عملت لي ايه في موضوع البطاقه والرخص والكروت؟ انا لقيت لسيادتك واحد. ايه سيادتك دي؟ احنا هنشتغل مع بعض كتير يا سيد، ويمكن قليل يعني، بلاش الاسميات دي. ماشي يا باشا. انا بقى نقيت لك واحد مهاجر استراليا، يعني محدش هيسأل عنه ابدا. اشتغل ايه؟ مهندس ديكور. مهندس ديكور، حلو. مهندس ديكور دي، خد العربية دي وركنها مطرح ما اتفقنا يا سيد. ماشي يا باشا. وبلغ الرجالة كل واحد يعمل مطلوب منه وانا هبلغك بالجديد. حاضر. خش نام جنب ابنك، انا هنام في اوضتي. يلا يا درش روح صح ابوك. هو نام جنب ليه؟ ده بيشخر طول الليل. بس يا ولد عيب. طب ايه رايك بقى، ما انتش جاي معايا الدكان؟ ايه ده لو صحيته وبوسته كمان. طيب يا سيدي حاضر. يلا. اسخن تيس كده ليه؟ يعني مش متعود حد زيك صحيني. امال مين اللي كان بيصحيك وانت مسافر؟
أصدقاء ليه؟ عجيزة وعلي كنبة وساكم مترة ناس يعني. وتربعك يا أفتح نروك أنت بتشخر. بقول لك كنبة وعجيزة هي أساس الناس بتشخر وهي صحي. صباح الخير. ياد ما تنقش البصرمة من قلب البيض يا هلا. شايف الواد طالع لك ازاي؟ تفتكر حاجة تفرحنا يا حاج؟ أنا هقوم أعمل بيض تاني. ابني خلص الأكل. ماشي يا حاج. بقول لك إيه؟ أنت ليه ما كنتش امبارح بتلعب كورة مع العيال في الحارة؟ مش بعرف. عشان كده بلعب صلح والثغمية. صلح والثغمية؟ طب بقول لك ايه؟ ما تيجي اعلمك كورة. اصل جدي بيخاف علي الراجل اتكسر. احنا مش هنقول لجدو. اوعى تقول لجدو. هنلعب من وراه. كل يوم اخدك من ورا جدو ونلعب كورة. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. ايه الاخبار يا فندم؟ في حاجه عجبت حضرتك؟ لا مش هو ده اللي بدور عليه يعني. اعتقد هو ده. اتفضل يا فندم. يلا حلو هدوء كده طلعي كل الفلوس اللي معاك. معيش فلوس. حاسب انت كويس؟ حصل لك حاجه؟ انا اسف. حد منك حاجه؟ لا. كويسه؟ بس انت لازم تروح للدكتور. ده دم. ها على فكرة تاني مرة لما يحصل موقف زي كده ما تبقيش تتناقشي مع الحرامي يديله كل اللي معاكي، ده ما بيبقاش في وعي. أنا متشكرة قوي يا أستاذ عمر. عمر سليم. وأنا ريهام. اهلا يا فندم. حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ لا اصل انا بفكر اغير عربيتي يعني، فقلت اخد فكره مش اكتر. تحت امر حضرتك. اتفضل. الله يخليك. الو
صباح الخير. من فضلك في عميل عندك اسمه عمر سليم؟ في مستندات احتمال تجيلي عن كمال ابو العزم، لو كملت هنشرها وخليه يغني ظلمون. تعرفي واحد اسمه مركز؟ سامع كمان ان في عضو في مجلس الشعب بيحضر الاستجواب عنه، هتبقى حته ضربه. اتكلمين عنه شويه. كمال ابو العزم؟ لا، مركز. الله، وانت عرفت مركز منين؟ مركز ده يا ست انا مره شفت له كتاب في السجن اسمه 100 سنه من العزله، حاجه كده يعني، عجبني الاسم. طب وايه علاقه مركز بكمال ابو العزم؟ يا دي كمال ابو العزم اللي واكل دماغي ده. يا ست خلينا في حاجه مركز منين. ماشي يا سيدي، خليني وراك لحد باب الدار. مركز واحد من اهم كتاب امريكا اللاتينيه. 100 عام العزله دي واحده من اهم روايات، والروايه دي بتنتمي للواقعيه السحريه. مصيبة. انت عارف معناها ايه ان يضيع مني توكيل زي ده؟ ومحدش يقدر يصدق اللي حصل ده يا باشا. انا بحملكم المسؤولية كاملة لو ما عرفتوش مين اللي ورا الموضوع ده وفورا. الو، صباح الخير. هاي يا استاذ عمر. فعلا انا طلبتك امبارح. انا ريهام اللي انقذتها من الحرامية. بقولك انت نسيت محفظتك في عربيتي، تحب ابعتها لك ازاي؟ نتقابل. اوكي، نفس المكان. كويس. صباح الخير دقد. صباح النور يا بيبي. مالك شكلك مبسوط؟ صحيت على خبر حلو قوي في الجامعه. يا بختك، انا صحيت على خبر وحش جدا. عموما اشوفك على الغدا. اوكي، باي. حقيقي انا مش عارف اشكرك ازاي. انا كنت مرعوب اعمل اجراءات الورق دي كلها تاني. ده عشان انت بس انسان شهم. هو انت شاري كل الكتب دي؟ ممكن اشوفها؟ اتفضل. 100 عام من العزله دي روايه تجنن، انا لسه قارياها. ما تتخيليش انا بفرح قد ايه لما بلاقي حد قاري الروايه دي. انت عارفه دي 10 مره اشتري الكتاب. كل مره واحد صاحبي ياخد مني الكتاب وما يرجعوش، ارجع اشتريه تاني واقراه تاني. الراجل ده خياله فظيع. فاكر الحتة اللي الدم فيها بيغرق القرية؟ قرية في قرية كان اسمها ايه القرية دي؟ كان اسمها ماكوندو. صح، ماكوندو. شوفي فعلا ما كذبش اللي سمى ادب امريكا اللاتينية دي الواقعية السحرية. الواقعية السحرية فعلا. انا معطلك. بالعكس، انا مستمتعة جدا. تحت امر سعادتك يا فندم. حاضر، مع السلامة. خير يا فندم. تخيل الحيوان اللي اسمه صلاح المنوفي بيتهمني ان انا السبب في الحريقه اللي قامت عنده في التوكيل. اكلمه في التليفون علشان اواسيه يرد عليا زي ما اكون انا السبب فعلا، او يمكن كمان شمتان فيه. معلش يا سعاده الباشا، اعذره، اصل الحرب كانت بينكم جامده قوي على التوكيل ده.
تفتكر مين اللي ممكن يدوس لصلاح المنوفي بجلالة قدره على طرف؟ نوني السجاير دي يا عم الفجومي. حاضر. مالك يا ابني تاكل كده ليه؟ السلام عليكم يا رجال. برافو عليك. الله ينور يا حوده. الناس كلها بتتكلم عن اللي حصل في معرض السيارات. البركه فيكم يا رجال. ها هنخش امتى بقى على مكتب السياحه؟ لا احنا هنهدي اللعب شويه اليومين دول. ابو السيد بقول لك يا منصور، بخف ايدك يا ابني على بتوع السكيورتي، دول غلابه ويخصون. انت تامرني يا باشا. اه مستحفاش يعني. على فكره الباشا مبسوط قوي من اللي حصل وبعت لك سلام جامد قوي. سلم لي عليه وقول له لسه بدري على الانبساط. العظم اللي هو كمان ابو العظم. طول عمر الناس لما تعرف اني بنت يا اما بيطمعوا فيا يا اما بيكرهوني علشان ما بيحبوهوش، يعني بيخافوا منه. هو فعلا يخوف؟ كنت عايشة مع ماما الله يرحمها، كانوا منفصلين، كان في دايما بينهم خلافات بسبب طريقته في تربية أخويا اللي عمره ما عمل حاجة صح. كنت بشوفه في الأعياد والمناسبات، كان دايما مشغول. عمر أيا كان اللي بسمعه عنه هو برضو أبويا اللي بحبه وبحترمه. ريهام انا كمان عايز اقولك على حاجه. انا عجايب بيكي زاد. يلا نمشي من هنا. امتر صدقني والدنا مش وش بهدله، وقضيه الاتجار دي متلفه جزول. المشكله كلها في الحرز اللي اتمسك بيه. طب سايق عليك النبي يا متر، ما تعرفش حد يخلص لينا الحكايه دي وهتبقى ليك الحلاوه. وانت عارف يعني احنا حلاوتنا كبيره جديه. انا عايزك تطمن خالص، بس ثانيه واحده اعمل تليفون. مساء الخير سمور. مكتب سليم الجندي المحامي هنا؟ ايوه باشا هنا، بس دلوقتي قافلين. خساره. الاقي معاك ولا ايه؟ معلش يا باشا في كبريت. اتفضل. اسمك الكريم ايه؟ خليفه يا باشا. والله انت صعبان عليا يا خليفه، واقف في البرد ولا حد حاسس بيك. هنعمل ايه يا باشا؟ اكل عيشنا. وهي ال 187 جنيه اللي بتاخدهم ياكلوا عيش؟ عرفت ازاي يا باشا انا بقبض كام؟ انا اصلي كنت شغال السكيورتي زيك يا خليفه. اول ما اشتغلت قالوا لك هتقبض 250 جنيه. وبعدين قالوا لك هنخصم 50 جنيه تامين ضد الحوادث. طبعا ده نصب. وبعدين قالوا لك هنخصم 13 جنيه دمغه وضرايب. يبقى بيتفضل لك كام؟ 187 جنيه. انا عشت في الغلب ده كتير يا خليفه.
لحد ما جات لي فرصه من ده مسكت فيها وحلفت ما هفوتها. عديت عقبالنا يا باشا. ولو ان اللي زي فقري عمره ما تجيله فرصه. ما انا كنت بقول زيك كده خليفه. انا مره كنت بحرس عماره فيها مكتب محامي، دخل عليا راجل طويل كده ولابس اسود في اسود وسمع، قال لي هنطلع مكتب المحامي ده ساعه ومعانا استاذ كمبيوتر، هناخد حاجه من الجهاز ولا من شاف ولا من دري ومن غير حتى ما نكسر باب ولا مفتاح، وهنديك 5000 جنيه بس لو اتكلمت هنديك في سنانك. قلت ايه؟ في ايه يا باشا؟ خليهم 10. انا اصلا حبيتك قوي خليفه. المره دي مش هنلاقي حراسه كتير، محدش يعرف ان الشركه دي بتاعت صلاح الملوفي من الباطن. انا ده مش قلقني، اللي قلقني حكايه الفيلا دي. هنعملها ازاي؟ لازم نعملها يا سيد. دي العمليه اللي هتخلي صلاح الملوفي يتاكد ان كمال ابو العزم ورا كل اللي بيحصل. بقولك يا سيد، انا عايزك بكره تقلب لي الشقه دي مكتب ديكور. ليه؟ عشان ايه؟ يعني في ظروف مش هتخليني العب بكارت البيت ريهام الفتره الجايه، واكيد هتسال عليا. انتوا ناسيين ان هي شافت عنواني في البطاقه ولا ايه؟ بس البت دي اتعلقت بيك على الاخر. انت بتراقبني ولا ايه يا سعيد؟ معقول يا حوده؟ احنا بنطمن عليك. لا اطمن اخويا، اطمن الباشا، انا عارف انا بعمل ايه. عيب يا سعيد. المهم ايوه. والخير هيجي منين؟ بقولك ايه؟ ايه؟ اتحرقت؟ كمان؟ مفيش غيره، كمال ابو العزم. ايوه، البيبي اتحداني، حاططلي في قلب بيتي اوراق ملكيتي للشركه من الباطن. مين يعرف الموضوع ده غيره؟ يا فندم انا لو حتى عبيط لا يمكن استفزه بالطريقه دي، اكيد في طرف ثالث مستفيد من اللي بيحصل. صحيح رضا في السجن، لكن له رجاله بره. كلمته يا فندم ما بيردش عليا. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، مع السلامه. الحكايه عماله توسع واحنا مش فاهمين ولا حاجه. خلي رجالتك يشددوا الحراسه على كل شركاتنا، ومش عربيه حراسه ولا ريهام. بس هي رافضه الحكايه دي خالص يا فندم. من غير ما تعرف يا اخي.
يعني في نفس الأسبوع يا حاج اتحرق له شركتين. داليا ازاي؟ قلت أسأل أنا ما دام أنت ما بتسألش. أخبار الدنيا إيه؟ مفيش، لسه كنت بحكي للحاج على حوادث كتير بتحصل لرجل أعمال كبير قوي اسمه صلاح المنوفي. أنا ما بجيبش جرايد، أنت عارفاني ما بحبهاش. ده هو ده الموضوع اللي شاغل البلد. أنا حتى بعمل تحقيق صحفي عن صراعات رجال الأعمال. عارف رئيس التحرير عندنا رأيه إن اللي بيحصل للمنوفي ده ورايا كمال أبو العزم يا رضا السنداوي. حرب ديناصورات يعني. ديناصورات لروحه. وإحنا مالنا؟ ربنا يتولاهم بمعرفته. أنا كل اللي عاوزه أخلص فترة المراقبة وأطلع باسبور وأهج أنا وابني من البلد دي. النبي ده كلام؟ حد يسيب بلده؟ زمان المية غليت يا حاج، ما تعزمني على كوباية شاي من إيديك الحلو. عيني، حاضر. الشوف شاي معانا؟ أو النبي أبو. السريت ما يبقاش تقيل. شال خفيف حلو. عشان بحب لك الخير أبقى تقيلة؟ لعلمك أنا لو ما كانش قلبي عليك كان زماني بلغت عنك. بلغت تقول إيه؟ بعدين ما تعمليش كده. محمود، مش عشان أنا كارهة الناس دي أنسى إن في قانون. خدت حقك بالقانون. معلش اتأخرت عليك في موضوع الصعايدة دول، بس انت عارف اللبش اللي كنا فيه. ما انا مرضيتش استعجلك، بس الناس كانت دماغي. عموما انا عملت كل الاحتياطات وسألت عليهم. هو فعلا ابنهم اول مرة يتمسك في قضية اتجار. هي الكمية كانت عاطية، بس القضية اتعملت اتجار. طب الحكاية سهلة يعني؟ بس الرقم اللي بيكلموا فيه سامحني يعني كلام فارغ. طب خليني ارجع لهم، بس قول لي انت طالب كام بالظبط؟ اللي تشوفه يا متر، احنا خلاص كنا مع بعض عيش وارانب. يلا الاول اللي جابك يا ابني الكلب اتفوق. مساء الخير. مساء النور يا عينيا، اوامرك. بقول لك ايه، ما تعرفيش توكيل نوكيا اللي هنا فين؟ نعم يا اخويا، انت هتشتغل لي؟ انت متعصبه كده ليه؟ ما دفعوش ولا خلص وما تقلبش دماغي. بالعكس، ده انا جاي اعدلك دماغك. الف في الليله حلو. انت ايه حكايتك بالظبط؟ ماسك المصلحه. مصلحه ايه نظامها؟ مالتي سيستم، بس اول نظام فيها نضافك شويه. نعم يا عمر. خلاص خلاص ما تزعليش، هنضفك زيادة. اسمك ايه؟ ولا حقيقي صفاء. لو ليه صفاء، هو ليه البنت المنحرفة بأخو الأهداء أو من دول؟ هوديك النادي، هنزلك حاجة اسمها البسين. بسين؟ بسين، بسين مجاهل، اسمه بسين، بسين ده يعني مخطط، تقدر تقول طشت، طشت كبير بيحطوا فيه العيال الصغيرة يعوموا وجوه البسين. يلا مصطفى الله يرضى عليك، يلا يرضى. اسمك ايه يا حبيبي؟ انت لوحدك يا ايمن؟ لا، ايمن اجدد. انت عارف ايه معنى دلوقتي لوحدك ليه؟ ده مصطفى ابني. لعبوا مع بعض ها؟ العب معاه. يا حبيب عمرو. اهلا اهلا حبيب جدو. ايه انبسطت من المايه؟ جدو سعبت على واد لذيذ. اسمه ايه؟ اسمه مصطفى. فين يا بابا؟
طب يا حبيبي تعال احط. ده انا عايزك تاكل كويس عشان تبقى قوي زي جده. كمبيوتر ايه؟ وانا حاوز الكمبيوتر في ايه؟ منظره يا باشا، ده للاولاد. سعادتك زمانهم بقى زمن الكمبيوتر وما لهمش غنى عنه. عندهم كمبيوتر في البيت بس ده لابتوب يا باشا، ينفعهم سعادتك لما يروح المدرسه النادي، وكمان سعره حلو قوي يا باشا، 5000 جنيه بس. خلاص سيب الكارت بتاعك وانا هبقى اتصل بيك. يلا اتفضل. انا متشكر يا فندم جدا. صباح الفل يا سليم بيه. أنا آسفة أوي. لا ولا يهمك. إيه ده؟ ده أنت ضايعة خالص. هو حصل حاجة؟ لا كل خير كل خير. ما تيجي أوصلك. ما عربيتي؟ لا ما أنا أخاف تسوقي وأنت بالشكل ده، عايزة أطمن عليكي. ما تخافيش، أنا محامي محترم. وهترفع عليا قضية؟ ده أنت القضية. الو ريهام، ازيك؟ لا ده ابن اختي رد على التليفون. موجود والله، بس يعني كان عندي شويه مشاكل كده ما كنتش عايز اضايقك. فين؟ 7 بالثانيه اكون عندك. اوكي باي. لا مفيش، بس يعني حسيت ان احنا علاقتنا اتطورت بسرعه. خفت. من ايه؟ عمر، احنا مجرد اتنين اتقابلوا واستريحوا لبعض. انا بقى خايف من استريحوا لبعض دي. مريم، انا خارج من قصه حب ملخبطه، واضح ان انا مش عارف انساها. ايوه يا فندم، هي في المطعم دلوقتي مع واحد ما نعرفوش. حاضر حاضر ساعتها. مفيش امل ترجعوا لبعض؟ لا مفيش امل، اصلها سابت البلد. مش ممكن تسافر لها؟ أنا بحاول أعمل كده. شيء جميل إنك تبقى وافي للي بتحبها للدرجة دي. أنا فخورة إن ليا صديق زيك. على فكرة أنا مش مؤمن إن في صداقة بين الراجل والست. أنا مش عارفة أنت ليه اتغيرت معايا للدرجة دي. أنت إنسانة جميلة ورقيقة، وأنا ما عنديش استعداد أورط نفسي في قصة حب أنا مش قدها. ما تزعليش مني يا ريان. ممكن أطلب الشيك؟ ممكن. عن إذنك سوي. سبك كام؟ هجيب لحضرتك الشيك حالا. بس على فكرة في ناس سألت على حضرتك من شوية. علينا؟ أيوة فندم. فين؟ أهم.
ايه ده نبيل باشا؟ خطو عزيزه يا باشا. ده نبيل باشا يابا. اهلا وسهلا يا باشا، اتشرفت. تشرب حاجه؟ افتح له فانوس تو. عناية. لا شكرا، انا جيت بس عشان اشقر عليك. فيك الخير يا باشا. ربنا يكرمك يا باشا ويوقف لك المراكب السايره ان شاء الله. الراجل ده عايز منك ايه يا محمود؟ انا عارف يابا، مش عارف ليه حطيتني في دماغه، بس ما تقلقش يابا ان شاء الله اليوم. كرتونتين دول جايين للباشا. بتوع ايه دول؟ دول كمبيوتر وبرينتر مبعوتين لسيادته من الوزاره. طب ثانيه لما ادالك الهاني. ماشي خديهم منه وما باجي اشوف ايه الحكايه. خلاص بقى. صباح الفل. حياتي يا باشا. مش كنا نتقابل بعد صلاه الجمعه عشان نتغدى سوا؟ احنا عايزين نخش في الموضوع على طول احسن. احسن برضو. ادي الحرز. وادي المحضر. أفارم عليك، ما يجيبها إلا رجالها. هادي الحرز وادي المحضر. محمود ازيك؟ ايه المقابلة دي؟ ده انت شايلة مني بقى. لا يا عم لا شايلة ولا حاجة، انا قلت اسيبك في حالك شويه احسن تتهمني بالخيانه. انت زعلانه؟ طب ممكن اصالحك؟ انا خارج انا والحاج ومصطفى، بتيجي معانا؟ يابا اهو فلوسي بتاعتك. دي فلوس انا لسه بايع بيها حته ارض كنت وارثها. الكلام ده كله في النيابه. حرز الشنطه دي. اتفضل معايا. هاتوه. اتفضل. فين انتوا بتعملوا ايه؟ اتفضل. انت مش عارف انا مين؟ انا وريتك المبايعه بتاعت حته الارض. ممكن افهم بقى بيتحققوا معايا ليه؟ يعني انت بتقر ان الفلوس اللي في الشنطه دي بتاعتك؟ ايوه. ايه المشكله؟ المشكله ان الفلوس دي مزوره. طب وانا هعرف منين؟ اكيد اللي اشترى مني هو اللي لبسها لي. انت اللي زورتها وتم ضبط جهاز الكمبيوتر والطبعه والواح الطباعه في شقتك النهارده، واقرت زوجتك انك انت اللي اذنت بدخول الاجهزه. انت ازاي تتهمني بكده؟ انت جننت. انت اللي جننت. انت قدام نيابه يعني تحترم نفسك وتتكلم كويس. متعنطز عليا. مش كفايه انك اعترفت ان الفلوس دي بتاعتك؟ كل الادله ثابته. طب ايه رايك ان مفيش شركه كمبيوتر بالاسم ده ولا في العنوان اللي انت قلت عليه؟ انت لازم تقول لنا جبت معدات التزوير دي منين. بلاش. لو ما كنتش انت اللي زورت تقدر تقول لي جبت الفلوس منين؟ انت عارف من ساعه ما اتقبض عليك في كام بلاغ اتقدم ضدك؟ واضح ان حبايبك كتير. لازم تعرف ان زمايلنا في الداخليه حاطين عينيهم عليك من زمان، من ايام حادثة الجراج. قررنا حبس المتهم 21 يوم على ذمة التحقيق. انتوا مش حاسين باللي انا فيه. انتوا مسلطين عليا المساجين عشان يذلوني. سليم انا لو وقعت مش هقع لوحدي. ما تقلقش يا نبيل، احنا ابدا ما بننساش رجالتنا. هطلعك منها في الاستئناف. الورق ده وصل لك ازاي؟ انا اسف لسعادتك، في الحقيقه ما وصلنيش، لكن انا اللي وصلته هو وملفات غيره. هتلاقيها سعادتك على السيديهات دي. وصلته من والى. نبتدي بإلى. وصلته لصلاح بيه المنوف اللي انا بشتغل في مكتبه، واللي طبعا فاهم ان سعادتك ورا كل اللي بيحصل له اليومين دول، عشان كده بيرتب لسعادتك ضربه قاضيه كبيره قوي. اما من فهو من سليم بيه محامي سعادتك،
واللي اعتقد ان هو الشخص الوحيد اللي عنده الورق ده، ده غير سعادتك طبعا. وانت ايه مصلحتك تقولي الكلام ده؟ لان ببساطه ما لقيتش مصلحتي مع اللي مشغلني، عشان كده بتمنى الاقيها مع سعادتك. يبقى تيجي عندي البيت. جديدة دي؟ الله، ده انتوا بقيتوا بتحلوا مشكلة المكان كمان. ده ايه الحلاوة دي؟ باشا، تحياتي يا باشا. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ اهلا اهلا. الله، انت ما حدش بيشوفك ليه؟ وبعدين ايه التغيير ده كله؟ فين الجلابية والشنب؟ حد يجي بجلابية والشنب في مكان زي ده؟ ها؟ عندك حق. زي ما سعادتك شايف، دي صور لسليم وبت من اياهم، وقعد معاهم الراجل بتاع صلاح المنوفي اللي جه لحضرتك الصبح. وسالنا اللي شغالين في مكتب سليم، قالوا لنا ان الراجل ده راح له المكتب اكتر من مره وقبله، بس كان لابس صعيدي. ودي صور تانيه لسليم وهو داخل العماره مع البيت، وعرفنا ان العماره دي فيها شقه مرات صلاح المنوفي التانيه، وصلاح المنوفي بيعمل مقابلات في الشقه دي مع الناس اللي ما ينفعش يقابلهم في مكتبه. تهيالي بقى كده ثبتت الرؤيه يا باشا. معلم قشطة. الله ينور عموهم. قشطة يا معلم. لا ميرسي ما بشربش. عناب. لا بجد؟ طلعت راجل حيودة. الله ينور يا رجالة. بس لسه بدري على الفرحة، مش عايزين ننسى نفسنا يا أبو السيد، وعايزين نخش على اللي بعده. لا الموضوع كده كبير قوي قوي، وبعدين اللي أنت بتفكر فيه ده استحالة يحصل. أنت معايا ولا عليا؟ يا محمود ما تغركش مكاسب اللعبة، أي لعبة وليها خساير. خسائر أنا دفعتها خلاص يا دليل. لا تبقى غلطان لو افتكرت ان ده كل اللي ممكن تدفعه. نبيل وسليم حاجه، وكمال ابو العزم حاجه تانية خالص. زمان كنت بسمع ابويا بيدعي دعاء، ما فهمتوش الا دلوقتي. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا منهم سالمين. قولي امين يا دليل. بس يا محمود، صحيح انا ما عاشرتكش كتير، بس حبيت ابنك وابوك، حتى مراتك الله يرحمها اللي عمري ما شفتها حبيتها. نفسي بقى تنسى اللي فات وتفكر في مصطفى. انا بعمل كل ده عشان مصطفى. نفسي اطلع الواد ده راجل يعرف ياخد حقه من الدنيا وما يتدربش على قفاه. على فكره انا كنت ماشي جنب الحيط، حياتي باظت وبيتي اتخرب، سيبيني اجرب مره امشي في وسط الطريق. سلام يا محمود. داليا، ما تخلينيش اندم في يوم ان انا وثقت فيكي. رايحة عندي شغل، بس هشوفك بكرة. بقولك ايه، روح لبابا وقوله يا بابا خلي بالك مني عشان بحبك ومليش غيرك. خلي بالك مني يا ماما عشان بحبك ومليش غيرك. طب ما انا بحبك ومليش غيرك يا مصطفى. بابا هو انت هتتجوز طنطنليا؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ انا متجوز ماما. شو عند ربنا؟ عند ربنا اه، بس انا متجوزها هدف. يعني احنا ممكن نروح لها؟ كلنا هنروح عند ربنا يا مصطفى. يلا بقى دلش، روح هات ايمن صاحبك عشان نلعب كوره زي ما اتفقنا. مالك يا عمر؟ صوتك مش مظبوط ليه؟ بجد؟ طب انا في الجيم، الساعة
مستنياك. واحنا هنفضل ساكتين كده كتير؟ عارف انا كنت فاكره ان احنا مش هنتقابل تاني. عمر انت ساكت ليه؟ مين الواد اللي ركبت معاه العربية ده؟ نفس الشاب بتاع المطعم. مطعم؟ مطعم ايه؟ مين الواد ده؟ احنا قدرنا نصوره المرة دي على الموبايل يا فندم. يا ابن الكلب، يا ابن الكلب. ليه كده؟ ليه كده؟ والله الدنيا دي غريبة قوي. انت عارفة ان ده نفس السؤال اللي بسأله لنفسي كل يوم؟ ليه كده؟ ليه في ناس لما بتغلط بتدفع ثمن غلطتها؟ وناس لما بتغلط ما بتحبش تتحاسب؟ ليه واحدة كان كل حلمها تغير ستارة؟ تشتري كنبة، تشتري صفات بلا ما نفسها يتكتم في المطبخ وهي بتطبخ لجوزها؟ ليه فجأة حياتها تنتهي من غير سبب؟ ها؟ ليه كده؟ ليه عيل لسه ما كملش 4 سنين من عمره وتحرم من أمه بقيت حياته؟ عشان في ناس قررت تعمل معاه ده؟ ليه كده؟ أنا عارف إن أنت مش زي أبوكي وإنك بني أدمة، ودي أكتر حاجة كرهتها فيكي. كان نفسي تطلع زيه، إنما لأ. إحنا بيوتنا تتخرب وحياتنا تبوظ وعيالنا تتيتم عشان أنتوا تعيشوا. ليه كده؟ ها؟ بعد عمر طويل هتقابلي واحدة اسمها منى. بسأليها ليه كده؟ يعني ايه اختفى يا بهايم؟ تجيبوا لي ابوه ده ايه؟ انا هعمل ايه بابوه؟ ابنه، جيبوا لي ابنه. ابنه هو اللي هيجيبه. انت عارف يا ابني لو طلع كلامك مش مظبوط هيحصل لك ايه؟ في الاول انت عارف انت بتكلم مين؟ عارف ساعتك يا باشا، عشان كده انا جيت لحضرتك. أنا مش قد اللعبة اللي كمان أبو العزم عزي ورطني فيها مع سعادتك. حضرتك هتشوف بنفسك وهتعرف إن كل كلمة قلتها لك كانت مظبوطة. طلباتك؟ الأمانة يا باشا. مش عايز منك غير الأمان. والموضوع يخلص بيني وبين سعادتك بعيد عن الحكومة. لو كنت فاكر نفسك قد الناس دي تبقى حمار. يابا صدقني كل شيء هيتحل من غير خساير. والطفل المسكين ده ذنبه إيه تدخله في لعبة زي دي؟ ها؟ تعرف تقول لي ذنبه إيه؟ وأنا إزاي تدخلني في لعبة زي دي من غير ما تفطمني؟ بتلعب بابوك يا محمود؟ اتجننت خلاص؟ الظاهر ان داليا كان عندها حق لما قالت انك انت هتودي نفسك وهتودينا كلنا في داهيه. يابا ما تخافش، مش هيقدروا يعملوا حاجه، روحهم بقت في ايديا. خد انت الواد بس وخليكم مع داليا ودايلي. ربنا يسامحك. ايوه يا باشا تحت امرك، بس اهم حاجه الواد ما يتلمس منه شعره. لا اما قسما عظما ان هتشوف دفر بنتك تاني. لا مش تهديد يا باشا، يعني اعتبره رجاء. فين المكان؟
كان فين؟ تسلمني الوقت تلاقيها وصلت فيلة سعادتك. وليه ما جبتهاش معاك؟ يعني ما حبيتش اخليها تشوف سعادتك في المنظر ده ولا ايه؟ بقى كل ده يطلع منك انت، يوضع سره في اضعف خلقه. انت شايف ان ده الوقت المناسب انك تتحداني؟ والله يا باشا لحد كده انا مبسوط، انا كسبت كتير، اكتر من كده ابقى طماع. لو لسه باقي على حياتك انا عايز اعتراف كتابي مفصل منك بكل اللي عملته. عايز اعرف مين اللي وراك، مين اللي ساعدك. وانا عايز الولد. هاتوا الولد. ودي الواد لجده وطمن ابويا يا سيد، خليه يدعي لي وسامحني. وانت هتعمل ايه يا محمود؟ ربنا يستر. ربنا معاك. يلا يا حبيبي. انا تحت امرك يا باشا. هدوه معايا في العربية. خلص الواد محمود؟ مفيش محمود. أنا لما أقول الرجالة يتحركوا ما اسمعش كلمة بعدها. 10 دقايق مفيش كمال أبو العزم على وش الأرض. تفتكر يا باشا أنا ممكن أصدق إنك هتسيبني؟ أنت تفتكر؟ لا طب بس مع ذلك هكتب لك الاعتراف، عشان كل ما تيجي تظلم حد تقراه وتفتكر ان اللي انت ظلمته ده مش هيسكت على حقه. بس انا مش عايزك تنسى ان انا خدمتك خدمه كبيره. تعتقد لو ما كنتش دخلت السجن كنت هتبقى بالذكاء اللي انت فيه ده؟ ابدا. كنت هتبقى مجرد سيكيورتي تافه ما تعرفش تاخد قرار واحد في حياتك. وديني يا عم حامل لك خدمه تانيه قريب، خليك تشوف مراتك. والله يا باشا الواحد مش عارف يودي جمايلك دي فين. ممكن على ما نوصل يا باشا اعرفك على ابويا ومراتي وابني. فاكر لما سعادتك قلت لي انك تساوي 30,000 واحد؟ اهو سعادتك بقى تساويني 10,000 مره، عشان انا ما اساويش غير الثلاثه دول. ابويا ومراتي وابني. مين ده؟ ابني يا باشا. اللي انت خطفته ده حفيد صلاح المنوفي، ورجالته صوروك وانت بتسلمني الواد، واكيد زمانه صدق ان انت ورا كل اللي بيحصل له ده، وانك خطفت حفيده وكلفتني اطلب منه 10 مليون جنيه فديه. تفتكر انت لو مكانه تعمل ايه يا باشا؟ دم المظلوم غالي زي الظالم.
عارف نفسي في ايه؟ نفسي لما ربنا ينتهينا بالسلامه ان شاء الله نسافر انا وانت والواد مصطفى، نروح حته فيها بحيره شلالات بحر.